انا عايزه اسال سؤال للرجاله وللستات، بس انا قبل ما اقول السؤال هتكلم عن خلفيتي عشان انا مش عايزه صداع، لان انا مش جايه اعرض خلفيتي او رايي للمحاكمه، ولكن حابه اعرف راي الناس اللي هما بيختلفوا معايا. انا واحده مش بؤمن بطاعه الزوج، مش بؤمن بفكره الطاعه عامه، لان انا الحمد لله اتربيت في بيت عندي اب وام، وعمر ما حد فيهم استخدم معايا كلمه الطاعه، ولان انا شايفه ان احنا في 2023 مش محتاجين ان احنا نستخدم لفظ زي ده في التعامل او في الحديث عن العلاقات البشريه، وان الحياه الزوجيه تقدر تبنى بشكل قوي بناء على مصطلحات اخرى. وده مش معناه انه الناس اللي عايشين بهذا المبدا غلطانين، يعني المبدا اكيد كان ليه فايده او كان قيمته قويه او مؤثره زمان، ايام ما كانت العلاقه بين الرجل والست مش شبه العلاقه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا يا جماعة يغركم واحدة لابسة حجاب وباينة منظرها كده ان هي اسلامي، الاخت بتتكلم دي تتنفس كره للرجال، تتنفس كره للرجال، نقول لك انا لا اؤمن بحاجة اسمها طاعة الزوج، رغم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من حيث شئت. ورب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والطاعة في المعروف. فالأخت مش عاجبها حكاية الطاعة، عايزة تعيش على هواها، عايزة تتجوز، يعني ما أظنش إن هي بتفكر موضوع الزواج أصلا، إن هي بتبغض جنس الرجال بغض ما الله به عليم، وتبث سمومها في المجتمع، وبتسمع لمين؟ وبتقرأ لمين؟ هي قالت واعترفت في فيديو قبل كده أنا بقرأ لنوال السعداوي، فخلي بالكم دي نموذج مصغر لنوال السعداوي، بس ما يغركمش الحجاب. يجي في يوم وتقلع الحجاب وتبان على حقيقتها، فخلي بالكم يا بنات منها، دي تبث السموم، تبث السموم. عاوزاكم تخالفوا امر الله سبحانه وتعالى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش عيب ان المراه تطيع زوجها في المعروف، امال هي عايزه ايه؟ عايزه المراه تمشي بمزاجها؟ مفيش طاعه للزوج؟ يامرها بامر لا مالكش طاعه عليا، امال اسمه زواج ازاي؟ يا بنت راجع نفسك، خلي بالكم منها بنات صغيرين، ربنا يبارك فيكم، اعرفوا دينكم كويس، لا يغركم حتة القماشة اللي حطها فوق راسها دي، يقول لك أنا محجبة وتقول عليها لا ده بنتي مسلمة ومتعلمة ومثقفة، دي تتنفس كره للرجال، تتنفس نسوية، خلي بالكم منها دي يا جماعة بالذات، احذروا من نضال دي، احذروا الحذر الشديد، تبث السموم. تبص السم في العسل. نضال اتق الله في دينك، واتق الله في الناس اللي انت بتضليهم، اتق الله.